التدخين عادة مضرة على الصحة بشكل عام وعلى الجهاز التنفسي بشكل خاص، فقد تسبب الكثير من الالتهابات بالإضافة للسرطانات للكبار والصغار. Bronchial asthma is a chronic inflammatory disease of the lungs, giving rise to the narrowing of the airways. It causes wheeze and breathing difficulty. It may be life-threatening. Patient needs to avoid triggering factors and may need regular medication. نزلات البرد غالبا يكون سببها فيروسات، وفي الحالة مضادات حيوية ما تنفع، وعلاج نزلات البرد شرب كثرة سوائل وسوائل دافئة باستخدام بخاخات ماء ملح وقطرات ماء ملح. أسباب الشخير قد تكون بسبب مشاكل في الأنف مثل تضخم في القرينات، انحراف في الوتيرة مال الأنف، لحميات أو لوميات وراء الأنف، مشاكل في البلعوم والحنجرة. لتشخيص المرض يجب زيارة الطبيب لعمل المنظار.